في تحدي شبابي ثقافي استثنائي في المنطقة انطلقت جائزة خالد بن حمد للروائيين الشباب، واللي تعد أول جائزة متخصصة تستهدف الشباب في مجال الإبداع الأدبي وبالتحديد في مجال كتابة الروايات بمختلف أنواعها. خلوني أرحب بضيوفي في الاستديو، الدكتور فواز الشروقي رئيس لجنة تحكيم الجائزة، ومعنا أيضا نجود محمد من المملكة العربية السعودية، ومعنا عائشة الشربتي من دولة الكويت. يا هلا فيكم من المشاركات. في البداية دكتور، حابة أتكلم عن حجم المشاركة اللي كانت موجودة في النسخة الثانية من جائزة خالد بن حمد للروائيين الشباب. أنا حبيت بس في البداية أنتهز هذه الفرصة لأرفع أسماء آيات الشكر لسمو الشيخ خالد بن حمد على هذه المبادرة الجميلة اللي إحنا بصراحة كناس مشتغلين في الحقل الثقافي كنا ننتظرها من فترة طويلة، لأن إحنا قاعد نشوف في الساحة في كتابات إبداعية، ولكن ما في هناك مكان معين أن الواحد يحط فيه خطوته الأولى لدرب الاحترافية على في مجال الكتابة الإبداعية، سواء كان شعر أو سواء كان نثر أو كان قصة أو كان رواية. فهذه المبادرة جات في وقتها بصراحة، ويعني الشكر موصول لجريدة الوطن والمكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد على إقامتهم لمثل هذه الجائزة، وأنها هي صارت مفتوحة على مستوى دول الخليج العربي. بالنسبة للمشاركة السنة هذه طبعا النسخة الثانية من الجائزة، تلقينا 42 مشاركة، طبعا مقارنة بالنسخة الأولية زادوا بنسبة 56%. ما شاء الله. ولم تقتصر هذه المشاركة على فقط الشباب البحرينيين، وإنما تعداهم إلى مشاركة من أشقائنا في دول مجلس التعاون. عندنا مشاركين من سلطنة عمان، وعندنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعندنا من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت كذلك. فالحمد لله، ويعني ما كان فقط التطور على صعيد حتى العدد، وإنما حتى على صعيد نوعية المشاركة. حتى النوعية اختلفت السنة هذه، كانت جودة العمل المنتج من الشباب بصراحة أفضل بكثير من النسخة الأولية. حلو دكتور، الأجواء اللي تم توفيرها للشباب عشان ينجزون هذا الإنجاز، يعتبر أن يكتبون رواية في خلال 24 ساعة يعتبر إنجاز. شنو الأجواء اللي وفرتوها للشباب عشان يتفكرون من القيام بهذا التحدي؟ أنا أعتبر الجهد اللي قام به يعني المنظمين حق الجائزة هذا جهد جبار بصراحة. يعني استغرق العمل أسابيع كثيرة علشان تخرج هذه الجائزة بهذه الصورة المشرفة. ما حد كان يتوقع بأن هذا الهول الهادئ اللي هو أساساً تبع فندق تبع بنك أركبيتا أنه يتحول إلى مثل خلية النحل، وأنه يكون لكل مشارك ركن مخصص، لابتوب وأجواء مشاركة وخدمات وكذا، بحيث أن الواحد يقدر خلال 24 ساعة أنه يعطي لنا منجز الإبداعي. وبصراحة يعني أنا لست أسألني أنا، ولكن سألني المشاركين، لأن الأجواء اللي وفروها صراحة الجماعة القائمين على الجائزة كانت أجواء ممتازة، حتى الموسيقى وفروها لهم، بحيث أن يعني العمل يصير على يومين مقسم 12 ساعة في اليوم الأول و12 ساعة في اليوم الثاني، وأن الواحد يقدر خلال هالفترة هذه كلها وبهالضغط ضغط الوقت هذه أنه ممكن أنه يطلع برواية مكتملة. حلو، أنتقل لش نجود ونتكلم شوي عن الضغط. نفس ما ذكر دكتور فواز، الضغط اللي أنت حسيتي فيه وروح المنافسة طبعا هي لها جانب إيجابي، وفي نفس الوقت شوي ضغط نفسي عليك. شو قدرتي ترتبين أفكارك عشان تنجزين الرواية في 24 ساعة بس؟ طبعا قعدت قبل أرتب أفكاري، يعني قبلها يمكن يعني من أول ما بلغوني عن موعد المسابقة قعدت يمكن شهر أرتب بس أفكار، يعني تعرف بس أحط لي كده هيدلاينز وبوينتس كده عشان أمشي عليها. والحمد لله يعني هذه الهيدلاينز اللي أنا حطيتها في عقلي قدرت أمشي عليها بسرعة وأنا أكتب. يعني كان عندي حدث رئيسي، من الحدث الرئيسي كان وقتها تنبثق تفرعت. أيوة فهمتي، أخذت راحتي. حلو، أنتقل لك عائشة، فيني فضول، تخيلتي في يوم من الأيام أن أنت تنجزين رواية في 24 ساعة؟ لا صراحة، يعني وحتى لو شخص يقول لي أنك أنت رح تشاركين في جائزة أني أنا أكتب رواية خلال 24 ساعة، كنت رح أقول أنه شيء مبالغ فيه نوعا ما، خاصة أني أنا إنسانة من أبلش شيء ما أكمل فيه، فما بالك نشت يعني تضغطيني وتحطيني ب 24 ساعة وتقولي لي طلعي رواية كاملة. فصراحة كان الجانب الإيجابي والحلو اللي اكتشفته بنفسي إن عندي هالرغبة في التحدي، الإصرار والتحدي وإني أكمل شيء. أيه؟ أثبت حق الناس إن أنا أقدر أكمل شيء لمرة أولى. يعني حلو، ممكن تعرفينا على الفكرة العامة أو المحور الأساسي حق روايتك ممكن؟
روايتي عبارة عن ثلاث شخصيات فرعية تلتقي بالشخصية الرئيسية في رحلة سميتها رحلة الموت من أجل الحياة. تتكلم عن قضية إنسانية هي قضية اللاجئين. رح يلتقون مع بعض في أحداث معينة ومن هناك تتوالى الأحداث. حلو. أرجع لك نجود، إذا تحقق حلمك وحصلت على المراكز الأولى، شنو بيكون شعورك وشنو النصيحة اللي بتقدمينها حق الشباب إن هم يشاركون في مثل هذه المبادرات؟ إيش راح يكون شعوري؟ عشان أكون صريحة واضحة، ماني مرتبة شعوري لأنه أصلاً ماني حاطة في بالي إني أكون من المراكزات الأولى. يعني مهما كان الواحد يقدر يقيم عمله بنفسه. أي. ثاني شيء، إيش نصيحتي للشباب؟ أكيد أي أحد عنده الرغبة إنه يكتب، يعني إذا تعرفي بوكوفسكي مرة قال يعني لا تفعلها إلا إذا كنت تحس النار من جوا تقتلك يعني أو تحرقك، يعني لا تفعلها إلا إذا كانت تخرج منك زي الصاروخ. فأنا أقول إذا أنت تحس هذه الكتابة أو هذه الفكرة راح تحرقك وأنت حي، أكيد اشترك واكتبها. حلو. دكتور أرجع لك، ونفس ما ذكرنا أنا وايد المحور الحديث قاعد يدور على الرواية اللي تنكتب في 24 ساعة. يمكن أشخاص كثيرين يشككون في مصداقية أن المشاركين يكتبونها في 24 ساعة. شنو تعليقك على هذا الموضوع؟ يعني أنا عندي نجود وعاشة هما أكبر دليلين على أن موضوع أن الكتابة الرواية في 24 ساعة ممكنة. هو موضوع حقيقي ممكنة. فعلا قائم، يعني ممكن واحد ينجزه. هو الفكرة الأساسية للجائزة مش أن الواحد خلال 24 ساعة بيكون محترف، صح، ولا في 4 أشهر ولا في 4 سنوات ولا في 20. هي العملية أساس فكرة الجائزة هذه أن نضع المشترك على العتبة الأولى في عتبة الاحترافية في الكتابة الإبداعية. إذا تحقق الهدف هذا فهو ممتاز. واليوم إن شاء الله راح بتشوفون إن شاء الله في أعمال معينة راح تطبع راح توقع اليوم. فالواحد اللي يقول أنه مستحيل أن الواحد خلال 24 ساعة أنه يكتب رواية يعني إبداعية، هذا أتوقع أنه موضوع خطأ. والدليل أنه خلال 24 ساعة الجماعة كتبوا 2400 صفحة ما شاء الله خلال 24 ساعة بمعدل 100 صفحة في الساعة، وممكن أي كتابة وإنما كتابة إبداعية. أنا بصراحة يعني كان لي شرف. أنا حابة أتعرف وأعرف المشاهدين أيضا على الآلية اللي دارت في كتابة الرواية، شلون كانت؟ طبعا مثل ما قالت نجود، وأتوقع بعد عاش توافق على الموضوع هذه، هو بمجرد الإعلان عن الجائزة هذه لما قرروا الاشتراك وضعوا أفكار في مخيلتهم. أي. وحطوا رؤوس أقلام، حطوا الشخصيات وشلون بتدور الأحداث وكيف تتولد المشاهد. فلما جاءوا هنا عندهم الأفكار كلها كخطوط عامة عريضة، وما عليهم خلال 24 ساعة إلا أن يحولون الخطوط العريضة هذه إلى كتابة إبداعية. أيوه. وهني تطلع مقدرتهم حتى في الكتابة، يعني لأن فعلا ترى المجموعة اللي شاركت هي مجموعة مبدعة عندها إبداع، كتابتها ليست كتابة عادية. إذا واحد ما عنده الموهبة هذه لو تعطينا مو ب 24 ساعة، لو تعطينا يمكن 24 شهر ما ممكن هو ينجز رواية بهالمستوى. هذا السؤال اللي كنت أبي أسألك هي أن كونك رئيس لجنة التحكيم، شلون شفت مستويات المشاركين في الجائزة؟ هو يعني إذا قررنا المستوى الحالي هذه حق النسخة الثانية، هذه النسخة الأولية، النسخة الثانية فعلا الأعمال متطورة جدا. أنا انذهلت بصراحة بحجم الأعمال ومستواها، يعني أنا استغربت أن الواحد خلال 24 ساعة يكتب هالمستوى ذي. وفي ناس يقول لك أنا والله خذ لي في عملي الروائي 2 سنين 3 سنوات 4 سنوات وما يكون إنتاجه وكتابته بهالمستوى هذا، ممكن وداها حق مدقق وواحد سوى عليها إضافة وإعادة صياغة وما تطلع بهالمستوى. فإذا كان شاب في عمر 30 أو أقل وعنده الكتابة الإبداعية فعلا فعلا أن هذه مبدعة، وأن الجائزة هذه حطتها على الدرب الصحيح للوصول إلى الاحترافية. حلو. عائشة، كونك مشاركة في هذه الجائزة، شلون تشوفين مثل هذه الجوائز أو مثل هذه المبادرات إلى أي مدى تنفع الشباب؟ وأن تحط نفس ما قال الدكتور ريلهم على أول خطوة في الطريق. يعني صراحة يعني لو مثل ما أنت قلت إن الناس كانت تشكك إن الواحد يقدر يكتب رواية بخلال 24 ساعة، يعني لو أنا مشاركة بنفسي كان ما توقعت إنه ممكنة أو إني أنا أقدر يعني أسويها. فمثل ما تفضلت حضرتك إن فعلا هي الخطوة الأولى، يمكن ما أكون من الناجحين أو من المراكز الأولى، بس إن كونها بداية أو خطوة شجاعة تخليني إني أنا أكون ثقة أكبر بنفسي، إني أنا قادر إني أنا أنشر مصنف أنا كاتبته بنفسي. فأعتقد أن المبادرات هذه تشجع الواحد أن يكمل الطريق اللي هو اختار أنه يمشي فيه. حلو. إضافة بس إذا سمحت. تفضل.
احنا دائما في عندنا في القائمين على صناعه الدراما في الخليج الخليج بشكل عام وليس في البحرين فقط، دائما يقول لك انا عندي ممثلين وعندي مصورين وعندي جهات تنتج لي وتدعمني، بس انا عندي مشكله في النص. صحيح. ما عندي نصوص. صحيح. فتحصل عندهم صعوبه في النصوص، فتحصل بعض الاعمال فعلا الجهد الانتاج كبير، المصروف عليها صرف كبير، لكن القصه ضعيفه. محتوى صحيح. انا اعتقد بان اللي شفناه من خلال 42 عمل هذه الشيء خاطئ تماما. هو القضيه الاساسيه مش ان عدم وجود مبدعين او كتاب دراما او كتاب روايه، وقضيه ان ما في تسويق حق الاشخاص اللي يكتبون كتابه ابداعيه صحيحه لدى القائمين على صناعه يعني الدراما. المقومات الادبيه للحين في ناس كانوا يعتقدون ان مثلا في اشخاص في السوق ما مثلوا المقومات الادبيه بالشكل الصحيح، لو كانت المسابقه او الجائزه على اساس ان يعرضون اعمالهم على على المخرجين مثلا. حلو. وعلى المنتجين. الفرصه ما كانت متاحه من قبل. اي فان شاء الله الجائزه هذه ان شاء الله عقب ما تنتهي ان شاء الله وتوزع الجوائز، المفروض ان القائمين على صناعه الدراما يلتفتون حق الاعمال. صحيح. كل واحد ياخذ نسخه ويطالع الاعمال فعلا. صحيح. ترى في اعمال مبدعه. حلو. واغلبها ترى تدور احداثها في الخليج. حلو. والشيء الجميل في الموضوع هذا ان احنا ما شفنا ترى لون واحد. اي الناس كلها يعتقد الجماعه ذلين من 30 سنه واقل اكيد رواياتهم كلها عاطفيه. لا. صح. في روايات عاطفيه، في روايات تاريخيه. صحيح. في روايات خياليه، بالذات ان الجيل الحين جيل واعي او إيه. جيل مطلع بعد، وفي عندهم تنوع حتى في الاهتمامات. صح. ترى مش الروايات. صحيح. كلها مكتوبه بطريقه عاطفيه. لا. صحيح. في ناس مهتمين بالجانب النفسي، وناس مهتمين بالجانب التاريخي، وناس مهتمين بالجانب الخيالي والعلمي، ففي تنوع كبير. يعني 42 عمل احسهم في التنوع فيهم غريب بصراحه، وشيء ممتع. انا استمتعت بصراحه بقراءه 42 عمل، عمليه كانت وايد مجهده لكن وايد استفدت واستمتعت بصراحه. حلو. نجود بسالك سؤال اللي هو نفس ما ذكر الدكتور ان الشباب الحين عندهم اهتمامات كثيره، عندهم متطلعين اكثر عن الفترات اللي راحت. شنو الاشياء اللي انت مفكره ان انت تكملين فيها في كتابه في الكتابه بعدين؟ ايش الاشياء اللي افكر اكمل فيها؟ اي إن شنو مثلا اللاين اللي انت بتاخذينه عشان تكملين في كتابه الروايات؟ هل في مثلا افكار معينه للحين ما طبقتيها على ارض الواقع، او اتجاهات معينه انت حطيتها في بالك ان انت تنفذينها؟ انا الى الان احس اني ما زلت في طور اني لسه اكتشف نفسي في الكتابه. انا الى الان يعني مبتدئه في ارض الروايات، فلسه انا ماني عارفه طريقي، بس اتوقع يعني من كتابات السابقه انه اتوقع ان انا حركز على الجانب الذاتي اكثر من العموم، لانه انا بحكم اني غالبا شخص منعزل او شخص في الداخل، ما اتوقع اني اركز على الاشياء الكبيره والخارجيه. فاتوقع انه الاتجاه الى الان حطيته في بالي ممكن اكمل عليه هو ان اركز على الذات او على وجود الشخص نفسه الى الان. يعني حلو. عايشه، اكيد في مهارات عند اللي يحب الكتابه او الشخص اللي يحب يمسك حتى بس الورقه والقلم ويكتب اللي في خاطره. في شنو هذه المهارات اللي الواحد يحس انه عنده بوادر انه ممكن يكتب كتاب ولا روايه ولا اي نوع من انواع الكتب؟ اعتقد ان الشخص اللي يملك معرفه يعني وثقافه معينه اذا يقدر انه يعيد صياغتها كتابه، انه يكتب تجربته الخاصه من هالمعرفه، اشجع انه يكتب صراحة. يعني قد أقابل ناس عندهم معرفة، عندهم إبداعات معينة، ناس عندهم أفكار رهيبة، بس ما عندهم القدرة على التعبير عن ذواتهم، يكونوا خجولين أو أن يخافون من الرف. صح. من الطرف المتلقي أو الانتقاد من الأشخاص بالضبط. اللي حولهم. فأشجعه من الكتابة، راح تحصل في أحد راح يعجب فيك، شخص بيلاقي نفس كتاباتك. لا بصراحة هو يعني الرواية أساسا هي ليست كتابة الواقع، وإنما إعادة تشكيل الواقع. صح. إعادة تشكيل الواقع فعلا. أنا لاحظتها طبعا، يعني الجائزة هذه هي فرصة مش فقط لاكتشاف المواهب، وإنما هي بعد فرصة لأن الشخص نفسه يكتشف ذاته. صحيح. صحيح. يعني مثل ما قالت نجود، أنا اكتشفت عندي أن أنا أحب أن كذا، أو أن مثلا عائشة تحب أن يعني على موضوع المهاجرين أو كذا. هي. فكل واحد قاعد يكتشف وين النقطة المميزة اللي عنده. أي. اللي ممكن هو خلاص يختص فيها، ممكن حتى يستمر على نفس النهج، ممكن يسوي تنويع مع كثرة كتاباته، ممكن بعدين ينوع ويمزج، يسوي مزيج أو خليط كتابي. اي نعم، لأن الواحد لما يكتب يقعد 24 ساعة يكون مجبر أنه هو يكتب. حلو. يكسر أول شيء حاجز الخوف اللي عنده. هو يحبه يعني. بالضبط.
او عنده شغف تجاهها. إيه نعم. لان لو 24 ساعه بتحدد لي مثلا موضوع معين، مثلا تقول لي موضوع سياسي، انا ما الاقي نفسي بالكتابات السياسيه، بس لانك اعطيتني شيء انا ماخذه حريتي فيه. صح. فقدرت اني اخلص ب 24 ساعه. بس هل ممكن مثلا لو انت 24 ساعه هذه قضيتيها في البيت بتكتبين كنتي؟ لا. بتكون هي طول الفترة بتفكر وبتردد وبتشتت وبتأجل، عندي وقت اني اخذ راحتي واعيد تشكيل الاحداث. بس اذا هي ملزمة وقاعدة قدام لابتوب وفي ناس حوالينها انها لازم ترى تكتبي الحين، يكون عندها تحدي وتكسر حاجز الخوف يعني. صح جود، اكيد الاشخاص اللي حولنا يعطونا دافع، او ان هم يكون فيهم شخص داعم لنا او حق خطوة احنا بناخذها. من الاشخاص اللي كانوا داعمين لك؟ من الاشخاص اللي كانوا داعمين لي صراحة عدة أشخاص، ما أقدر أحصرهم في شخص واحد. وأنا صراحة أشكرهم إنه أساساً كانوا داعمين لي طول دي الفترة، لأنه أنا كنت مهما أكتب أحبط من قيمة العمل اللي أكتبه، وكنت يعني في لحظات كثيرة أوقف في نص الكتاب. يعني قد جربت كذا مرة أكتب رواية يعني عندي في البيت، وكنت في منتصف العمل تماماً أكون خاصة بوقف وأبحرق العمل اللي سويته كله ما أبغاه. فيعني كان هم يجوا يدعموني، لا يعني سوي، لا أنت يعني فيك شيء أنت ما تقدر تشوفيه. فأنا يعني أشكرهم مو على دعمهم، أشكرهم إنهم هم صبروا عليا. أوكي. وعايشة أمي صراحة تدعمني في كل شيء، يعني فدائما أهدي نجاحاتي لها، يعني بدونها ما كنت راح أحقق أي شيء. حلو. الله يخليها لك. دكتور، شلون ممكن إن إحنا ندعم الشباب غير عن هذه الجائزة وهذه المبادرة الجميلة اللي طبعاً تدعم الشباب بشكل كبير؟ شو ممكن إحنا في الأوقات العادية إن إحنا ندعم الشباب وننمي فيهم هذه المهارات الكتابية والأدبية؟ أنا أتوقع أن في يعني شغلتين لازم يتواجدون حق دعم الشباب. أول شيء دعم الدولة، هذا شيء وايد مهم. الشيء الثاني الدعم الأهلي. احنا نشوف ان الدوله الحمد لله رب العالمين عندها دعم حق هالموضوع هذه، والمبادره اتوقع هذه تقع ضمن اهتمام الدوله بهالموضوع. ولكن نشوف احنا ان الجهد الاهلي غائب او خجول، خصوصا عندنا في البحرين. عندنا مؤسسات ثقافيه فعلا، ولكنها لا تدعم الشاب، لا تكتشف الشباب، لا تدعم مهاراتهم. عندنا يعني ارث كبير او عندنا تاريخ كبير من النشاط الادبي، ولكن عندنا شغلة خجولة في موضوع دعم الشباب أو اكتشاف طاقاتهم. لذلك في عندنا شغلة دائما عندنا، أن ترى الرواية في البحرين في ثلاثة أشخاص وقفت عندهم فقط، وهذا الشيء أتوقع خاطئ. الحمد لله في الكويت وفي السعودية الرواية رائجة، خصوصا الرواية الشبابية، لكن عندنا في البحرين ما زال في هناك عدم ثقة في الرواية البحرين أنه يكتب رواية. فأعتقد بأن الدور الأهلي هو دور واجب للمؤسسات الثقافية الموجودة في البحرين، المؤسسات الأهلية، لتواكب وتوازي الدعم الدولة للشباب البحريني.